احمد بقادر ممكن يكون اتمر مع اكتر من مدرب، فكل مدرب ليه اضافه، مش ليا انا بس. احمد من اللعيبه اللي كان عنده 17 18 سنه كده، كان عنده شخصيه وعنده ثقه في قدراته. طبعا الفتره اللي قضاها بره ورجع عملت له اضافات كتيره، منها مثلا الناحيه الدفاعيه بيشغلها فردي وجماعي، الامكانيات بتاعته بيعرف يستغلها، التوقيت بالنسبه له كان امتى، الشغل الجماعي في الهجومي بيشتغله افضل من قبل كده بكتير. فما شاء الله يعني وصل للفورمه كويسه. النادي الاهلي نادي كبير بيلعب على بطولات، بيلاقي فيه ضغط عصبي كتير عليه كل اسبوع. انا عارف ان هو طموح وعنده دوافع كويسه، فالموضوع بالنسبه له مش ان هو متواجد في وسط ال 30 لعيب اللي موجودين في الدوري، انما لازم يبقى فيه قتال وشراسه في تمرين وتركيز عالي عشان يبقى جوه ال 20 او 18 او جوه ال 11، محتاجه شغل كتير يعني. هو تحت راس الحربه بيبقى كويس، بس وقتها كان هو بيحب ينزل يستلم الكوره، فتحت راس الحربه بيبقى لازم ياخد مساحات الفاضيه في نص الملعب الهجومي، فهو كان بينزل تحت كتير عشان ياخدها ويبتدي يشتغل. فبعيد ان هو يبقى الباص بتاعه مؤثر او هو يبقى في مكان مؤثر على الجون، فخدت شغل شويه مني واستجابته ليها. يمكن في الفتره اللي فاتت في سموحه الموسم اللي فات اشتغل في الحته دي كويس قوي وجاب اهداف وكان مؤثر من الحته اللي انا بقول لك عليها دي، اللي هي من تلت الملعب او من نص الملعب ورايح، وشغل بقى جماعي اكتر من قبل كده يعني. هو ما شاء الله عنده طموح، هو عارف ان جاي سموحه او راجع النادي الاهلي، فمش عايز اقول في اختبار، انما في اثبات احقيه بوجوده او عدم وجوده. فكان سموحه بالنسبه له مكان يبقى فيه ناس تشوفه وتعرف قدراته، فكان عنده ضغط او اصرار من نفسه ان هو يحاول يثبت نفسه. طبعا البيئه بتاعت نادي سموحه مش بعيده عن امكانيات النادي الاهلي، في مدرب كويس كابتن احمد سامي، في حاجات شغل اداري، في امكانيات، فكل حاجه بتساعد يعني، بيئه مناسبه ان هو يطلع اللي عنده. بالاضافه برضو لوجود عدد لعيبه مميزين طبعا جنبيه، والحمد لله اشتغل هو على نفسه وكان فيه اصرار، وكل مباراه كانت بتبقى فيه اضافه ليه.